famille, chacun a son point fort. Ma maman est... السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبنائي وبناتي، إخواني وأصدقائي، أبنائي المقبلين على السنة الأولى باكالوريا، مرحبا بكم. نتمنى تكونوا في تقضيوا أسعد الأوقات، رغم أنني متيقن أن السعادة الحقيقية ما كيناش اليوم وما كيناش في هذه الأجواء هذه، لأن الأجواء هذه ما اللي يحس بها هو الإنسان اللي ما عندوش انشغالات كبيرة في حياته، يتمتع بالجو ديال العيد، من حقه يتمتع بجو العيد والصحبة الزينة في هذا النهار هذا. ولكن للأسف الشديد حنا تمر الآن من أصعب وأهم فترة في حياتنا، اللي هي فترة ماشي هي صعيبة وإنما الفترة الأولى، الدرجة الأولى ديال المستقبل ديال حياتنا، اللي هو امتحان جهوي. ما نحاولش من هنا نعطي واحد ثقل في نفوسكم على الأولباك، ولكن في نفس الوقت ما نحاولش نبخسوا من قيمة هاد السنة، لأن هاد السنة هذه هي سنة محورية في مسار النمو ديال المستقبل ديالكم. لأصحاب السنة الثانية، لأصحاب السنة الأولى سيونس مات، أنا قررت في المؤسسة اللي هنا في إسبرتا أني نبدأ ندير تسجيل من دابا لصحاب السنه الثانيه بكالوريا سيونس مات. باذن الله لحد الان كاين عندنا اكبر تجمع ديال السنه الثانيه بكالوريا سيونس مات اللي غيكون العام الجاي، اعتقد على الصعيد الوطني ماشي فقط على صعيد الدار البيضاء، اكبر تجمع ديال السنه الثانيه بكالوريا سيونس مات بالنسبه للتلاميذ الان المرشحين يكونوا سيونس مات. ولكن الاختيار ديالي ليهم غادي يكون ان شاء الله من بعد ما تساليو الجهوي، وبداو ولادي تيديروا الدروس، وبداو ولادي تيديروا في يبداو يسالوا الامتحان الجاي، وغنسالوا نهار 2 3 غنريحوا، وغادي نبداو السيدي البروغرام استعدادا للدروس ديال سيونس مات. الدراري يقراو ليا البروغرام ديال سيونس مات، الدراري اللي كانوا سيونس مات يقراو البروغرام ديال سيونس مات وما يقروش واش غيبقاو سيونس مات ولا رجعوا البي سي، حتى يدوز داك الشهر اللي غنقراو فيه المات. فغنديروا شهر ديال الرياضيات، شهر ديال المات، نقراو المات شهر كامل، اعتقد غندخل شهر 7، يعني شهر 7 نحاول نقراو حتى نهار 20 شهر 7، نقراو غير الرياضيات 4 السوايع في النهار. فاش تقراو المات 4 السوايع غادي يكون عندك من بعد الرؤيه واضحه للعام الجاي شنو كاين. الا بان لك الموضوع 4 هذيك استفدتي مزيان وبان لك بامكانك تمشي سيونس مات، بقى سيونس مات، ما تقلبش بيسي. لان بعد البحث وبعد ما قلبت وبعد ما بحثت مزيان في الموضوع ديال سيونس مات، لقيت بالفعل ان سيونس مات عندها بزاف ديال الشعب اللي هي صراحه زوينه بزاف، وبالتالي اللي كاين شي مدارس نقدر ندخلهم بسيونس مات ما ندخلهمش بباسي. ولذلك لي سيونس مات نحاولوا معاه نوقفوا على رجلو في شهر 7، شهر 6 من نهار السنه الجايه حتى 20 شهر 7 تقراو المات بوحدو، ومن بعد هو يقرر واش يبقى سيونس مات ولا يرجع بيسي كيف ما كان يوم عربية باليوم. ثانيا المدرسة ديال اسبارتا غتحيي لأول مرة بيسي باللغة العربية، إذا غيبقى تسجيل في المدرسة ديال باللغة العربية بيسي بالعربية. طيب هادشي كله موقف على ماذا؟ على الجياوي فقط، بالنسبة للتلامذ اللي غيجيبوا لي مزيان في الجياوي، اللي غيجيب لي مزيان في الجياوي يطلب ما بغى، يطلب اللي بغى، اللي جاب مزيان في الجياوي. بالنسبة ليا أنا مستعد ندير أي حاجة معاه، لا بالنسبة للأساس اللي غيقراو شكون هما غير شكون وشكون، ولا بالنسبة للنيفو اللي غيقرا فيه. حتى من دروس الدعم بالنسبة ليا ليه غتكون كراسو، ولكن الشرط فينا هو الدري، فينا هو الدري اللي غيجيب لي نقطة عالية واللي غتشرف اسبارتا بيه ويشرفني ويشرفها. اول واحد باش نعرفك واش تستاهل ما تستاهلش هو الجهوي هذا، هذا الجهوي، يعني هذا الجهوي دور عند المناسب
الله يرضي عليك هذا كيف الصبحه الله يرضي عليك هنايا اولى باقه نعزلهم من الجدع مشترك الطالنسيون سمارت وايكونومي تما غن بعد غنغير وغندير ايكونومي ومن بعد علوم تجريبي او بي سي يعني هذا خاص بالسيون سمارت واحد اخر خاص بالايكونومي واحد اخر خاص بالبي سي اذا كل شيء حاولوا نسد للاسف السيونس علم التجريبيه صعيب النيفو ديال العلوم التجريبيه صعيب ديالو ولذلك قررت غنقسم نشوف لنا واحد البي سي سيونس مات و ايكونومي لغه عربيه او اللغه الفرنسيه بيوف ولكن الشرط باش تدخل الشرط باش تدخل عندي وما تهضر على والو تفكر حتى حاجه تفكر في حاجه في النقاط شكون اللي يجيب النقاط شكون اللي غيجيب النقاط تجيب لي النقاط مرحبا بك اذا الدرجه الاولى هي تجيب لي النقاط دابا في الجهوي ما جبتيش النقاط دور مع الدوره وخا هكاك ونوقف معاك شهر سبعه ونقريك جرافي ونقريك سيو الماتس اللي في الدار البيضاء حضوري والاخرين عن بعد ومع الاساتذه الطوب ولكن في الغرفه المغلقه حيت ما تيبانوش لايف حيت الدروس ما يمكنش يتنشر حيت المات هذا قوة ديال المات وقوة الفيزيك ما تيداروش لايف علاش ما تيخرجش الدري استاذ المات ما يمكنش استاذ سكاكري يخرج لك يدير لك لايف ما يمكنش استاذ خدام في الدوله عنده التزامات عنده امور ديالو عنده اسرار ديال خدمته يجي يحطها لك انت في لايف تيخرجوش هذا فيزيك نفس الهضره سيونس نفس الهضره هادو ما تيخرجوش الخدمه ديالتهم ماشي بحال المواد الادبيه اخرين لا خدمه هاد السلوات ديال الطباشير ورقص تكون بارك معاه اذا هادو كل حاجه في وقتها لكن دابا ولدي دابا شنو هو الحاجه اللي مرهون على حياتك هي الجهاوي تجيب في الجهاوي مزيان الا ما جبتيش الجهاوي مزيان حتى ما يتسوق لك الا جبتي في الجهاوي مزيان وليتي درب للناس وكاع الناس باغيين يتصاحبوا معك اذا كلشي واقف على الجهاوي ماشي عندي ليله العيد في ليله العيد غنقدم لك احلى عيد واحلى هديه ديال العيد وهذه الهديه ديال العيد هو هذا الامتحان هذا الامتحان غادي تحط عندنا تدوي علاش تدوي على العالم الاوروبي تنتمنى اختي غزلان تكون تتصنت دابا مع نزار ركز معايا وسي هاد التاريخ هذا الا عندك النمره تاو استاذ سبت له ركز معايا ولدي هاد التمرين هذا واحد شكون هي هاد الجهه اللي غتاخد هاد الواحد علاش يدوي هذا تدوي على العالم من نهاية الحرب العالمية الأولى إلى الحرب العالمية الثانية هذا الأسئلة اللي غتعطى هي هذه يعني إلا خدمتيها معايا اليوم تخدم معايا الامتحان كيف ما غيتحط إن شاء الله العالم الأوروبي يعني التأطير ديالو الشروحات الاستخراج كيف فكرة عامة السؤال وكاين سؤال اخر تدوي على التحولات والتنافس الامبريالي وكاين سؤال اخر تدوي على المغرب وكاين سؤال اخر تدوي على خصك تزيد واحد انا درت واحد وكاين واحد تدوي على اليقظة الفكرية في المشرق العربي دور شوف فيها اليقظة الفكرية التمرين إذن اليوم غنخدم معكم التاريخ التطبيقي وغنتعلموا كيفاش نديروا التاريخ التطبيقي بمعنى ان الحصة ديال اليوم ذهب بارطاجيها وخليها في صفحتك هذه الحصة هذه تبارطاجها
ودار الصفحه ديالك في الفيسبوك وتعزلها على كاع الصفحات الاخرين ديالي كاع الفيديوهات شكل وهذا شكل الفيديو هذا. هذا الفيديو حاجه اخرى، هذا الفيديو ديال دابا شيء اخر، وبغيتو يتوصل لعند اي واحد اولى باك، لان استاذ الامتحان اللي غنشوفوه التطبيق اللي جاء تطبيق في التاريخ، ولكن ما غنوعدش ونقول للدراري كاملين ديال اولى باك غيجيو مال الدرس تطبيقي ديال المغرب كامل، اللي جا التاريخ تطبيقي الدرس ديال اليوم صافر هو لا ماشي هو اللي جا التاريخ تطبيقي هو هذا. نبداو من الاخر، دخل لي السؤال الاول كلشي يجاوب لي على السؤال الاول انا غنلوحو لك كلشي يدخل لي السؤال الاول. ضع الوثائق الاربع في سياق تاريخي، الزمان المكان الموضوع. غنصايبو ربعه ديال المواضيع، غنعلمكم ربعه ديال الانواع ديال التقطير، غنعلمكم ديروا تقطير ديال الزمان والمكان والموضوع. رجع سطر ورقة الوسخ، حط لي ورقة الوسخ حداك. كسب لوحوا لهاد الدرس لعبدو باش نحطو لنا في طوطين. شوف قلب عليه في هذوك. اذا اول حاجه ضع الوثائق الاربع في السياق التاريخي بين قوسين الزمان المكان الموضوع. نرجعوا السطر وغنديروا المغرب، غنتعلموا اول حاجه المغرب. كاين رجع سطر ديال المغرب، رجع سطر كسب. تندرج الوثائق التاريخيه خلال تندرج الوثائق التاريخية. هذا المغرب، كيفاش المغرب أستاذ؟ لاحوا لي الضغوطات، حطي ورقة وسخ، حطي ورقة وسخ، أستاذ المنشر، منشر منشر، كلشي منشر 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 منشر، منشر أستاذ بسرعة. إلا ما شديتيش درزي اليوم، أبعد على الجاوي، بعد على الشمعيات. والآخر تاهو. غادي نحطو شنو هو هاد، غنشر لك البروغرام ديالنا كامل، غنشر لك البروغرام كله، تبعني أولدي، وغتشد معايا، شد ورقة الوساخ وكتب معايا، في ورقة الوساخ، أول حاجة ديرها، تكتب معايا هادشي في ورقة الوساخ، العارضة الأولى، خلي هاديك التقطير، بس التقطير خليها، دابا رجع للمغرب نشوف البروغرام شناهو. أول سؤال تلقاو في المغرب هو الضغوطات، ولا نديروها في أوراق مزدوجية، ما نضيعو الوقت. اوكي، الضغوطات وماذا الاصلاحات، ها هي ورقه مزدوجه، الضغوطات والاصلاحات، عقل عليها، اكتب الضغوطات، رجع سطر ديال الاصلاحات، الضغوطات ورجع سطر ديال الاصلاحات، الضغوطات ورجع سطر ديال الاصلاحات. اذا الضغوطات، لو اي وثيقه غادي تعطى في الامتحان في المغرب غيكون الموضوع ديالها اما الضغوطات اما الاصلاحات. الزمن، الزمن اشنا هو؟
القرن 19. المكان شنو هو؟ المغرب. والموضوع شنو هو؟ هي الضغوطات الاصلاح. شحال من موضوع كاين في المغرب؟ كاينين غير جوج في المغرب، كاين غير جوج، يا ضغوطات يا اصلاحات. يعني حنا عارفين الموضوع شنو هو، يا ضغوطات يا اصلاحات. يعني الزمن رجع صار في التقطير وخلي ورقه وسخ، كتبتي في الورقه وسخ ضغوطات واصلاحات ياك فرقه وسخ، يلا كتب لي في الورقه ديال التحرير اللي تنقادوها. سمعني اش غنديروا؟ غنشدوا ورقه مزدوجه خاويه، غنخرجوا هنايا تقطيع، وهنا الشروحات، وهنا استخرج، وركب فكرة عام والسؤال في هاد الورقة هادي. هاد الورقة هادي هنا غنخدموا المقالي، المقالي فين؟ في المغرب، الضغوطات والإصلاحات. هاد الورقة المزدوجة غتكون ديال المغرب. التمرين اللي غيجي من امتحان تطبيقي غيجي هاد الامتحان اللي أنا كتبته لك هنا، واللي جاه مقالي غيجي هاد التمرين كيف ما كتبناه هنا من المقدمة للخاتمة. يعني هاد الورقة هادي غتجي بإذن الله بالحرف. اللي جاه مقالي الجهة غتجيها تطبيقي كيف ما تنقولو، والجهة غتجيها مقالي كيف ما تنقولو. يعني دابا ما كاينش شي واحد غيجي شي امتحان من غير هذا اللي حنا غنحدوه دابا، مقالي وتطبيقي. يعني اللي بغى يحيي التاريخ يوجد ربعه ديال المورقات مزدوجه، المغرب تطبيقي ومقالي، اليقظه الفكريه في المشرق العربي مقالي وتطبيقي، اذا والدرس ديال التحولات مقالي وتطبيقي، الدرس ديال العالم من نهايه الحرب العالميه الاولى الى الازمه الى الحرب العالميه الثانيه مقالي وتطبيقي. اذا ها هو استاذ، هذا المغرب، وهذا اليقظة الفكرية. جروا لي الكرسي لهيب مشي لهيب، ماشي تيرا هادشي مزيان، تيرا ولي هادشي مزيان. مقالي وتطبيقي، مقالي وتطبيقي، هذا المغرب، هذا اليقظة الفكرية، وآخر واحد أستاذ هو هذا المغرب. هزو مزيان، شحال من عندنا؟ ربعة ديال المواضيع. هما غيلوحو لنا امتحان. خرجو من هنا، خرجو ليه. صايبو الحبل ديال الشعر، ومولفين شي مشروع. الزعيم كوسي. طيب، إذا شحال من امتحان غيلوحو لينا؟ غيلوحو لينا كل جهة جهة، كل جهة جهة. غتهز ربعة صافي، كل جهة جهة غتهز ربعة. إذن أي امتحان، امتحان جميع امتحانات أستاذ غيلوحو لنا ربعة ديال الامتحانات، يا المغرب يا المشرق يا التحولات يا العالم من نهاية الحرب العالمية الأولى إلى الحرب العالمية الثانية. لنفرض على أننا مشينا الامتحان ولقينا تطبيقي في المغرب، بغينا نديرو تقطير، أنا غنعلمك دير تقطير ديال هذا، والتقطير ديال هذا، والتقطير ديال هذا، والتقطير ديال هذا. نبداو بالمرحلة الأولى، تقطير ديال المغرب. كيفاش غنصيبو التقطير؟ تندير جاستر وكتب تتأطر الوثائق التاريخية خلال جرسة الزمن، نقطتان، المغرب، 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 المكان، لا الزمن، اسمحوا لي تلاهيت مع عبدو، الزمن القرن التاسع عشر، المكان المغرب،
زمن القرن التاسع عشر المكان المغرب دائما الموضوع الزعيم الموضوع واش انت محتاج تعرف الموضوع فالموضوع احنا عندنا موضوعين في المغرب احنا عارفينهم فكتب الله يرحمك والدي الموضوع نقطتان الضغوطات وبين قوسين العسكري عارضة الاقتصادية العسكري عارضة اقتصادية سد القوس وأهم الإصلاحات التي قام بها المغرب وأهم الإصلاحات التي قام بها المغرب طيب دابا هذا الموضوع هذا واش رشيد غيتبدل الزمن بعد غيتبدل مستحيل المكان غيتبدل مستحيل اذا شنو الموضوع الموضوع اولدي هو موضوعين موضوع ضغوطات وموضوع اصلاحات منشورين واجدين يلا حنا نهار امتحان غنشوف واش عسكريه واش مذكوره معركه اسني ومعركه تطوان واش كاين الضغوطات كامله ولا غير ضغوطات عسكريه اجي معايا استاذ اجي معايا مثلا هنا المغرب ها المغرب حرب تطوان معقعه اسني اذا ضغوط عسكريه هنا 1850 معاهدة تجارية مع بريطانيا إذا اقتصادية قالوا نقلبوا على الإصلاحات واش كاين السلطان محمد مولاي محمد ولا كاين السلطان مولاي الحسن مظاهر الإصلاحات العسكرية هي مكتوبة إصلاحات إذا الوطن عشان تدوي على تدوي على الضغوطات والإصلاحات نتأكدوا من الأسئلة نتأكدوا من الأسئلة أشكال الضغوط النتائج المالية والاقتصادية مترتبة على الضغوط إصلاحات ورابعا فصل الإصلاحات إذا شنو الضغوطات والإصلاحات الزمن المكان الموضوع ضغوط وإصلاحات حي العلم غيتبدل عمره ما يتبدل عمره ما يتبدل سالينا الموضوع الأول هادشي غنديرو فرقة وسخ كيفاش نمشيو فهاداك غدير كل وحدة ورقة مزدوجة ديالها دابا غنديرو ضغوط دابا غنديرو تأطير واحد آخر وهاد المرة التأطير غنديرو ديال هذا ديال اش ديال المغرب الشرق العربي سمعتوني غنعلمكم دابا المغرب الشرق العربي يلا سد سد بخط سد بخط وكتب المشرق العربي المشرق العربي تتأثر الوثائق التاريخية خلال الفترة الزمنية وتصور هذا ورقة وسخ ولكن فاش مشى للدار انت اساسا في الدار اربعة الورقات مزدوجة غتصايب ليا التمرين كامل لكن دابا غنعلمك انا واحد فيهم كاملين ونعلمك جوج فيهم كاملين ونعلمك ثلاثة فيهم كاملين ونعلمك الربعة فيهم كاملين سمعتيني يعني التأثير ديالهم كاملين كتدرب على التأطير مزيان دابا اجي نشوف التأطير ديال اش ديال ورقه تدوي على المشرق العربي يعني تدوي على العوامل ديال التيارات شنو هو المشرق العربي شنو السؤال ديال المشرق العربي كاين جوج اسئله عوامل التيارات والتيارات عوامل التيارات والتيارات العوامل ديال التيارات والتيارات فالسؤال هنايا شنو غيتلاح في الامتحان غيتلاح لنا اما عوامل التيارات وشنو عوامل التيارات الفكريه في المشرق العربي كاين عامل سياسي كاين عامل اجتماعي كاين عامل ثقافي يعني عامل سياسي حمله نابليون بونابارت ضعف الامبراطوريه العثمانيه هذا عوامل سياسيه عوامل ثقافيه ظهور المطبعه والصحافه والترجمه عوامل اجتماعيه ظهور نخبه مثقفه قرات في الغرب ودعت إلى تحرير المرأة وبالتالي هناك عوامل أما
التيارات العلمانية والسلفية. إذا مشينا الامتحان غيدولنا على اليقظة، غيدوا على اليقظة الفكرية. قال لي ضع الوثائق أربع في السياق التاريخي. غنجاوبهم. رجع سطر كتب تتأطر الوثائق التاريخية خلال رجع سطر الزمن القرن التاسع عشر. رجع سطر المكان، المكان المشرق العربي، الموضوع الموضوع العوامل التي ساهمت في اليقظة الفكرية في المشرق العربي وبعض أبرز التيارات الفكرية ومبادئها الإصلاحية واش تظن هذا الموضوع غيتغير؟ اجي معايا في السوق. مشينا مثلا لقينا هاد التمرين في الامتحان، مشينا لقينا هاد التمرين في الامتحان، ضع الوثائق الأربع في السياق التاريخي. اجي مشي الوثيقة تركت الحملة الفرنسية في عام 1798 على مصر وسوريا نتائج عملية. إذن حملة نابليون بونابارت، نابليون بونابارت من وراها الاتجاهات الفكرية، اتجاهات علمانية الليبرالية العلمانية السلفية. إذن هنا الفكر العلماني والفكر السلفي. إذن هذه تدوي لك على الفكر العلماني والدعوة ديال الفكر العلماني والدعوة ديال الفكر السلفي. إذن هذه تدوي على العلمانية وتدوي على السلفية. عشان نشوفوا الأسئلة نتيقنوا عوامل اليقظة الفكرية بالمشرق العربي. تدوي على العوامل، الاتجاهات الفكرية، شكون هما الاتجاهات الفكرية؟ هما التيارات العلمانية والسلفية، خصائص الاستبداد أسرى محارب، المبادئ السياسية التي نادوا بها القوميون الليبراليون، القوميون الليبراليون هما العلمانيون. إذن هذه علاش تدوي؟ تدوي على العوامل والتيارات. أجاو السبب، ما تدويش على الضغوطات، فاللي منشورة لينا تما ما نشرش لينا الضغوطات والإصلاحات. أستاذ واش ممكن يجيو بجوج؟ أه ممكن يجيو بجوج. لقينا المغرب ولقينا المشرق. ولكن حنا ردوا بالنا نخدموا بعدا وحده بوحده. لقينا الضغوط من العوامل، اش لقينا العوامل وماذا ايضا والتيارات. القرء بجوج من القرن 19، هذا اعطاته وهذا زواته، هذا اعطاته يقظه وهذا اعطاته ضغوط ضغوطات. فممكن هذا يجوا في مقالب جوج او ممكن يجوا في تطبيق بجوج. اذا حنا غنتيقنوا واش كاين المغرب ولا كاين المشرق. المكان رد بال، المكان من جيبه؟ عمرك ما تاخذ المكان من الوثائق، المكان ما تتخدش من الوثائق. المكان من ناخذ؟ اش نقول لكم المكان اللي تاخذه؟ المكان خذوه من الاسئله، من هنا من الاسئله. المشرق العربي، المشرق العربي علاش تاخذ الاماكن المكان من الاسئله؟ لانك اللي مشيت الوثيقه بعض المرات تلقى شي مكان داخل غير في سياق الكلام. مثلا يجي عندك ويقول لك لم تكن الاوضاع التي عاشتها عاشها المشرق اقل من الاوضاع التي عاشتها ايطاليا في القرن التاسع عشر. ذلك ان المشرق العربي شاهد ودخلت ايطاليا في سياق الكلام، غير في سياق الكلام. فالمكان ما عندوش علاقه، فذاك ايطاليا مذكوره غير كسبيل المثال، غير استشهاد، غير جات في سياق الكلام. وبالتالي ماشي هو الموضوع اللي تدوي عليه الوثيقه،
الوثيقه دري هنا بالشجبريه كاع الدول اللي كاينه في الوثائق. اذا شنو هو الحل الواعر اللي نقدر انا نخرج به المكان بلا ما نغلط؟ وناخذ امكنه من الاسئله من هنا، وبهذه الطريقه هذه عمري ما نغلط في المكان. اذا كان المغرب المشرق نلقى المغرب المشرق في الاسئله، غيقول لي استخرج الضغوطات التي عرفها المغرب اذا تدوي على المغرب، واستخرج التيارات التي عرفتها المشرق اذا تدوي على المشرق. ولكن انا عارف هذا في حجم خلطه، وهذا شيء قليل ونادر وعمر ما طرا، ولكن ولد نسح في ماذا لو ان تحط التمرين. اذا اشنو كاين؟ ضغوطات والاصلاحات، ضغوطات واصلاحات معايا استاذ تبع معايا داخل معنا، ضغوطات واصلاحات. والثالث الثاني شنو هي؟ الثاني شنو هي؟ الثانيه هي ماذا؟ هي المشرق العربي عنده جوج، عنده عوامل وعنده ماذا؟ وعنده تيارات. هذا عنده جوج، عنده ضغوطات وعنده الاصلاحات. طيب غنشوفوا دابا الثالثه. جاوبنا الان على تأطير رقم جوج، المشرق العربي. الزمن هو القرن 19، المكان هو المشرق العربي، الموضوع هو العوامل والتيارات. رشيد واش ممكن ما نلقاوش العوامل؟ ممكن ما تلقاش العوامل وتلقى التيارات. اذا باش نعرفوا هاد العوامل ما كايناش، الا كنتي حافظ الدرس غتعرف شنو هما العوامل، وغتمشي الاسئله وغتشوف العوامل مذكوره. حمله نابليون بونابارت، استخدام المطبعه، ما يمكنش تقول العوامل ما تذكرش المطبعه، ما يمكنش تكون العوامل ما يكونش التاثر الثقافه الغربيه، ما يمكنش تكون العوامل ما يكونش حمله نابليون بونابارت، ما يمكنش. اذا لابد لا ذكروا هذه، كاين العوامل ما كايناش ما كايناش، ولكن مستحيل ما تكونش التيارات. اذا الموضوع عوامل وتيارات، والمغرب ضغوطات واصلاحات، وهذه عوامل وتيارات، وهذه ضغوطات واصلاحات. فما هو الموضوع؟ بجوج القرن 19، المكان المغرب والمشرق، الموضوع ضغوطات واصلاحات، الموضوع الثاني اش؟ العوامل والتيارات. الان جوج مواضيع اللي بقاو، دابا هضرنا على المغرب والمشرق، دابا نهضروا على التحولات التنافس امبريالي. رجع ستار وكتب العالم الراسمالي، سد هذا سميتو العالم الراسمالي وهذا سميتو العالم الاوروبي. العالم الراسمالي والعالم الاوروبي، المكان العالم الراسمالي، المكان العالم الاوروبي، المكان العالم الراسمالي، المكان العالم الاوروبي. هذا فيه مشكل خاصنا نضبطوا راسنا فيه. اجي نهضروا على الاحتمال الثالث هو العالم الراسمالي. تتاثر الوثائق الاربعه ديال السياق التاريخي، تتاثر الوثائق التاريخيه خلال الفترة الزمنية، خلال الفترة الزمنية ما بين، لا خلال الفترة الزمنية حيث الفترة الزمنية تتأثر الوثائق التاريخية خلال جاستر أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. يا غزعين تقول أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. علاش هذا الزمن هذا بالضبط في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين؟ علاش ماشي بحال المغرب، ماشي بحال المشرق تنقولوا القرن 19؟ علاش هذا تنقولوا لي اواخر القرن 19 وبدايه القرن 20؟ لان كل شيء متوقف على الوثائق، ولكن هذه الهضره ماشي بحال المغرب ديما القرن 19 والمشرق ديما القرن 19. هذا خص رد بالي. مشيت للوثائق، الوثيقه قريتها، لقيت التحول الصناعي في 1882، لقيت واحد الوثيقه اخرى 1800 وكذا، الوثيقه الثالثه 1800 وكذا، ولكن واحد الوثيقه مشات هضرت لي على الازمات ديال منطقه البلقان،
وقالت لي ازمه المنطقه البقان ديال الازمات المغربيه 1911 وهذه 1911 راه ما بقاتش اواخر القرن 19 راه ولا ما طلع القرن 20 يعني غنمشي للتواريخ لقيتهم كلهم في 1800 وكذا نقول القرن 19 لقيت شي تاريخ فات 1900 نقول اواخر القرن 19 ما طلع القرن 20 انتهى هاد الدرس هاد التمرين ديال التحولات والتنافس رد البال ديالي لقيت كل قل من 1800 1900 قل من 1900 1900 وتحت حتى 1900 القرن 19 حتى 1900 قد سميتها القرن 19 1901 ما طلع القرن 20 من 1900 وتحت اواخر القرن 19 نزف امي لقيت الوثيقه فيها 1800 وزادت واحد الوثيقه تجرات وكتبت لي 1904 مؤتمر الجزائر الخضراء 1906 مؤتمر الجزائر الخضراء اتفاق الودي 1904 مؤتمر هنا نعرفها ونقول لهم سيدي مطلع القرن العشرين اواخر القرن 19 ومطلع القرن العشرين يعني هذه فيها احتمالين قل من 1900 اواخر القرن 19 دخلت في 1900 ندير هو مطلع القرن العشرين اذا الدري اللي خصو هنا يرد باله في هذا الدرس ديال التحولات والتنافس باش يعرف الزمن شنو هو اجي نشوفو التمرين اجي نشوف هذا التمرين هذا تيدوي بينما كانت صناعه النسيج غنسمع صناعه النسيج ونسمع الراسماليه الماليه ونسمع الرأسمالية الصناعية ونسمع الاشتراكية نعرف راسي وصلت أنا في التحولات لا سيما فاش نلقى التاريخ 1825 هنا ماشي حتى أواخر القرن 19 هنا غنديرو القرن 19 ماشي أواخر هذا القرن 19 أجي القرن 19 زيد 1905 لا هذا درس أخر هنا ما مرتبش عندك هادشي أوكي عندي هذا سيد عبدو الله يجزيه بخير هو هذا ما مرتبهمش 1700 1900 حتى هي القرن 19 1871 كل شيء هادو قل من 1900 حتى 1900 وتحت شوف اخر حاجه 1900 هنا القرن 19 اذا هنا في الزمن شنو غندير بضع الوثائق غندير لهم خلال ماذا القرن 19 شنو هو الزمن القرن 19 ما نديرش حتى اواخر اواخر نكتبها الا كانت لا لا هذا ماشي ديال هذا ديال الثاني بينما اذا الا كانت غير اقل من 1900 ندير لهم القرن 19 والا لقيت شي نص هز عين كوثر والا لقيت شي نص فات 1900 نقول هو مطلع القرن العشرين اذا ردوا بالنا اذا دابا انا بالعاني غنكتب لك دابا في الزمن بالعاني اواخر القرن 19 مطلع القرن العشرين ولكن الفهم يفهم راه ماشي ديما مطلع القرن العشرين نطلوا ونشوفوا حيت الدرس ديال التنافس امبريالي خرج من القرن 19 ودخل القرن العشرين حيت الحرب ما غتنوض حتى 1914 وبالتالي كاينه واحد الازمات طرات 1911 اللي هما الازمات التي ادت الى اندلاع الحرب يعني شو وثيقه تدوي لك عش ازمه كحلتيها مطلع القرن العشرين اذا هذا هو الزمن رجع صر المكان العالم الراسمالي ما نديرش الدول اللي غيكونوا في ديال التحول والتنافس امبريالي غندير لهم العالم الراسمالي هذا هو المكان اذا رد بالك الدرس ديال التحولات والتنافس امبريالي المكان شنو هو العالم الراسمالي ماشي الدرس ديال الحرب العالميه الاولى والثوره الروسيه وكذا لا هذا تندير لهم عالم راسمالي متفقين رجع صار الموضوع انا غنكتبو لك دابا ولكن انت ترد بالك التحولات
الاقتصاديه. افتح قوس. والماليه. سد قوس. افتح قوس. والاجتماعيه. سد قوس. والفكريه. سد قوس. كل وحده درتيها في قوسين تحولت انواع، كاينه اقتصاديه وكاينه ماليه وكاينه اجتماعيه وكاينه فكريه. باش نعرفهم استاذ صبر عليا، رجع السطر. مظاهر التنافس الامبريالي واشكال، ماشي مظاهر، اشكال التنافس الامبريالي بين الدول. اذا هز عين، اذا واش يدويو على التحولات ولا تدويو على التنافس؟ اذا ما هو الموضوع؟ الموضوع ما هو ضغوطات واصلاحات مغرب هذاك، ما هو عوامل وتيارات مشرق هذاك، وما هو الموضوع ديال العالم الرأسمالي؟ هو التحولات والتنافس. تحولات وتنافس، تحولات وتنافس. اجيو نشوفوا واش هنا كاين تحولات وتنافس باش نعرف. غنجي الاسئله هنايا، غنجيب اسئله وانا نقرا السؤال الاول. المجالات التي شاملت التحولات التقنيه، يعني التحولات اقتصاديه، تحولات اسباب التطور الراسمالي الماليه، يعني تحول ما مالي، التطور العام للساكنه الاوروبيه، اذا هذا تحول اجتماعي، يعني ما كاينش تنافس امبريالي. داكشي علاش نيتا استاذ ما كاينش عندنا مطلع القرن العشرين، حيت ما كاينش تنافس امبريالي، كاين غير تحولات. فاذا الموضوع شنو هو؟ فقط تحولات، ما كاينش تنافس. ها هو ما كاين حتى سؤال على التنافس، وكلهم حول ماذا؟ حول التحولات. فغنكتب لهم التحولات التقنيه، ها هي التحولات التقنيه، ها هي اجي هنا وصل تقنيه ماليه الساكنة، راه هي اجتماعية الساكنة ولا ديموغرافية، تقنية مالية ديموغرافية. من الأسئلة تعرفش من تحولات عندنا، من الأسئلة تعرفش من تحولات عندنا، شنو هما الموضوع اللي تيهتموا بها؟ واش يدوي على التحولات ولا تدوي على التنافس؟ ومن تبع سمعتي حتى سؤال سولك على التنافس، يعني الوثيقة ما فيهاش تنافس. تقدر تجي الكلمة فصل السياق الكلام، ولكن ما عندهاش علاقة بالدرس ديال التنافس. باش نتيقن الاسئله خصهم يقولوا لي التنافس الامبريالي. حتى سؤال ما سولونا على التنافس الامبريالي، على الوثائق ما تدويش على التنافس. الموضوع ما فيهش تنافس امبريالي، الموضوع كاين غير تحولات. اذا شنو هو الموضوع ديال التحولات والتنافس؟ اذا رد اجي معايا هنا، شنو هو الموضوع؟ هنا الموضوع الضغوطات والاصلاحات. هنا شنو هو الزمن المكان اللي ندور عليه؟ المشرق. شنو هو الموضوع؟ العوامل والتيارات. هنا شنو هو الموضوع في الدرس اليوم؟ تحولات التنافس. اوكي، تحولات التنافس. اما هذا العملاق، نتائج الحرب العالميه الثانيه، الاوضاع اللي عاشتها روسيا، الاوضاع اللي عاشتها المانيا، الاوضاع اللي عاشتها ايطاليا، اسباب الازمه الاقتصاديه، اسباب ندير على الحرب العالميه الثانيه. شي شحال موضوع كاين هنا. هذا طريقته السهلة نعلمك. رجع السطر دابا، ركز دابا، سطر على التأطير. ودابا غندير لكم التأطير الرابع والأخير، التأطير الرابع والأخير، التأطير الرابع والأخير. تدرج الوثائق التاريخية. داري اللي فهم يصيفط ليا قليل أحمر، اللي فهم يصيفط ليا قليل أحمر، قليل. تاتي يلا وحمر، شي بحال داك الزرق اللي حداك، شي داك الزرق هذاك الفرعن. فهمت التأطير؟ شحال كاين مقال بحسبهم انت؟ حسبهم تحسب عند القلوب.
دابا اوكي غنمشيو دابا للتعطير الاخير برك مقلوب يا بالنسبه للتعطير كاين شي اساسيه كيقولوا نديروا على شكل فقره التعطير جوج طرق التعطير اما على شكل فقره اما بطريقه مفككه او طريقه كذا غنجيب لك التصحيح تقبل الاجابتين اما المفككه او مكتوب على شكل فقره تقبل الاجابتين انا غنجيب لك عناصر الاجابه هذا الجواب فاللي بغى يتاكد يمشي يرجع لعناصر الاجابه ويكتئول الاطار المرجعي وغيفهم ان الاجابتين صحاح اما على شكل عوارض الزمن المكان الموضوع او يكتب على شكل فقره طيب رجع استر بغيت اجي نديرها لكم دابا هذه المره على شكل فقره باش تحسوا بانه راه بحال بحال اللي بغى يعجبو يكتب على شكل فقره رجع استر كتب تندرج الوثائق التاريخ او تتاثر الوثائق التاريخيه غادي نكتب على شكل فقره بغيت ندير هذه المره على شكل فقره شد الدريب غادي نديرها معاه على شكل فقره خلال الفترة الممتدة ما بين افتح قوس هز عينك يا ولدي هنا خلال الفترة الممتدة ما بين تنسطر على التاريخ مطلع القرن في القرن العشرين عنده طريقة أخرى أو ندير حاجة حي سير ليه خلال خلال النصف الأول من القرن العشرين الزمن ديما خلال النصف الأول من القرن العشرين تتأثر الوثائق التاريخية خلال النصف الأول من القرن العشرين ما هو الزمن النصف الأول من القرن العشرين بلاش ما تدير الارقام دير النصف الاول من القرن العشرين الاول انت ما عندكش تاريخ من بعد 1950 انت اخر تاريخ عندك هو 1945 اللي هو الحرب نهايه الحرب العالميه الثانيه وبالتالي اول سميتو هذا الدرس بادي من 1919 وبالتالي من 1919 الى 1945 انه النصف الاول من القرن العشرين وبالتالي هاد المجموعه تقول النصف الاول من القرن العشرين المكان منين جبدو ما تحاولوش تجبدوه ليا من هنايا ما تحاولوش تجبد ليا الزمن من هنا لان هنا يقدر يقول لي شي دوله هنا المانيا ولكن يقدر يقول لي ان المانيا احتلت بولونيا واحد ولا احتلت ان المانيا احتلت النمسا واحد يكتب لي المانيا والنمسا ولكن هو ما تهضرش على النمسا تهضر على توسعات ديال الالمان وبالتالي انت غتركزي على اذا باش غنعرف باش غتعرف الدول تجي هنا الاجراءات التي قامت بها هتلر المانيا الاجراءات النازيه المانيا اذا انا باش نعرف الدول غنعرف الدول انطلاقا من الدول المذكوره هنا في الاسئله نجمعهم رجع استر تتاثر الوثائق التاريخيه خلال الفترة النصف الأول من القرن العشرين فاصلة أما المكان بلاص ما ترجع ستار دير عرض المكان تكتب أما المكان أما المكان فيتعلق بي فيتعلق بي إيطاليا ألمانيا روسيا الولايات المتحدة الأمريكية هاد الأماكن هادو هما اللي بضاربين هما اللي بإذن الله غيضاربوا عندك في الامتحان روسيا ألمانيا إيطاليا الولايات المتحدة الأمريكية يعني نتايا غتمشي تقلب على الاماكن وكيدير في حسابك بان غدير غير جوج من هادو او ثلاثه من هادو يقدر يكونوا اربعه على حسب الاسئله شنو بغاو هادو هما الدول غير دار استاذ فرنسا قلت لك هادو هما الدول غير دار الالمان والطاليان وروسيا وامريكا هادو هما الاماكن اللي غنلقاو في الامتحان سير شوف الاسئله على شنو هما الدول اللي ذكروها جاستر لا دير فاصله
أما الموضوع فيتعلق بي. العرض الأولى نتائج الحرب العالمية الأولى. إلى تولي على معاهدة فرساي، ما هو الموضوع؟ نتائج الحرب العالمية الأولى. رجع سطر العرض الثانية قبل عانية ديال العوارض، نفهمك اليوم علاش. نتائج الحرب العالمية الأولى، ها يا ولدي نتائج الحرب العالمية الأولى، التطورات التي عرفتها روسيا، التطورات التي عرفتها روسيا، ها الثانية، التطورات التي عرفتها روسيا، نتائج الحرب العالمية الأولى، التطورات التي عرفتها روسيا، ثالثة، التطورات السياسية التي عرفتها إيطاليا وألمانيا. نعود نتائج الحرب العالمية الأولى، التطورات التي عرفتها روسيا، التطورات التي عرفتها ألمانيا وإيطاليا. رجع السطر، الأزمة الاقتصادية وآثارها على أوروبا، الأزمة الاقتصادية وآثارها على أوروبا. شو شحال من الموضوع؟ اندلاع الحرب العالمية الثانية. شوفوا الدراري شحال. نعاودهم. نتائج الحرب العالمية الأولى. زيد. ثانية. الأوضاع التي عاشتها روسيا، الأوضاع التي عاشتها إيطاليا، ألمانيا وإيطاليا، آثار الأزمة الاقتصادية كذا. بغينا نعرف هذا الشيء كامل غيجي، غيجيش هذا الشيء كامل، أجي نشوفو من غيجي. الإجراءات العسكرية التي قام بها هتلر، إجراءات عسكرية أسباب اندلاع الحرب العالمية الثانية، اندلاع الحرب، إجراءات عسكرية قام بها هتلر، تصفي إجراءات عسكرية يعني الحرب هذه. موقف عصبة الأمم تجاه الإجراءات، توسعات ديال هتلر، إجراءات النازية لتجاوز الوضعية الاقتصادية المتأزمة، إذا الوضعية التي عاشتها ألمانيا، الوضعية التي عاشتها ألمانيا، الوضعية التي عاشتها ألمانيا، والتوسعات ديال ألمانيا. مظاهر التحالف بين الأنظمة الدكتاتورية، التحالف بين الأنظمة الدكتاتورية ألمانيا وإيطاليا، إذا التحالفات، إذا بين ألمانيا وإيطاليا، إذا شنو درنا؟ تحالفات يعني الحرب العالمية الثانية، اندلاع الحرب العالمية الثانية، الأوضاع التي عاشتها ألمانيا، والتوسعات التي قامت بها ألمانيا، وتحالفاتها مع النظام مع إيطاليا، يعني شحال من الموضوع؟ جوج. واش ذكروا روس نتائج الحرب العالمية الأولى؟ لا ما يذكروش نتائج الحرب العالمية الأولى. واش ذكروا روسيا؟ لا ما ذكروش روسيا. واش ذكروا آثار الأزمة الاقتصادية؟ لا ما ذكروش آثار الأزمة الاقتصادية. يعني شنو المواضيع اللي متكورين؟ متكورين غير جوج وحنا غادي بهم. شحال انت غادي؟ غادي بثلاثة، هنا عندي خمسة. شنو هو الموضوع اللي كاين من الأسئلة؟ واش كاين باش تفهمني أكثر؟ قلب على روسيا واش كاينة؟ كاينة؟ ما كايناش. قلب على الحرب العالمية الأولى واش كاينة؟ فيرساي في الأسئلة، لا ما كاينش. قلب على روسيا والحرب العالمية الأولى ما كايناش. قلب على الأزمة الاقتصادية، لا ما كاينش أزمة اقتصادية. الأوضاع التي عاشتها ألمانيا، ها هي إجراءات نازلة تجاوز الوضعية الاقتصادية المتأزمة، الوضعية الاقتصادية المتأزمة، الوضعية التي عاشتها إيطاليا، ألمانيا، إجراءات العسكرية والتحالفات، الإجراءات العسكرية، أما ألمانيا فقد خرقت شروط معاهدة فرساي بإقامة أحلاف عسكرية وتسليح منطقة الرين، إجراءات العسكرية والتحالفات. إذا مددنا اندلاع الحرب العالمية الثانية، عمدي. إذا الوضعية التي عاشتها ألمانيا وأسباب اندلاع الحرب العالمية الثانية. إذا جوج مواضيع وما دوش على المواضيع الأخرى. نتائج الحرب العالمية الأولى، الوضعية التي عاشتها روسيا، الوضعية التي عاشتها ألمانيا وإيطاليا،
أزمة اقتصادية. الحرب العالمية الثانية. ركز عليها دولي. ركز على هذا. إذن ها الامتحان ديالك أولي. اش من الموضوع هنا؟ إذن هذا هو الموضوع. شنو هو الموضوع اللي هو عليه؟ نتائج الحرب؟ لا. الوضع سول راسك بحال في الامتحان. الوضع ديال روسيا؟ لا. الوضع اللي عاش في المانيا؟ كتبوا في هاد الوسط. اثار الازمه الاقتصاديه؟ لا. الاسباب التي ادت الى اندلاع الحرب العالميه الثانيه؟ توسع ديال هتلر والدور اللي دارته هتلر في اندلاع الحرب؟ اذا الدور ديال المانيا في اندلاع الحرب. اذا هذا هو الموضوع. هذا عنده غجوج. هذا عنده غجوج. شكون هما؟ التحولات والتنافس. تحولات والتنافس. هذا عنده غير جوج العوامل ديال اليقظه الفكريه والتيارات. اما هذا عنده تواجج الضغوطات والاصلاحات. يا ريت تكون فهمتيني. اذا الزمن قرن 19، الزمن قرن 19، الزمن قرن 19 والكرد بالكم ممكن يكون مطلع القرن 20. الزمن النصف الاول من القرن العشرين. المكان على حسب الاماكن المذكوره هنا. اما هذا العالم الراسمالي، اما هذا المشرق، اما هذا المغرب. الموضوع محكوم 100% ضغوطات واصلاح 100%. 100% العوامل والتيارات 100%. رد بالك واش يكون التحولات ولا التنافس او ما بجوج. اما هذا رد بالك واش يكون نتائج الحرب العالميه الاولى، واش الوثائق تدعو على الوضع ديال روسيا، واش نتائج الحرب العالميه الاولى راه بوحدها. روسيا واحد بلاد وحده اخرى. الوضع ديال الطليان واحد بلاد وحده اخرى. الوضع ديال الالمان واحد بلاد وحده اخرى. الازمه الاقتصاديه في امريكا واحد بلاد وحده اخرى. اذا هادو مواضيع مشتته. الوثائق علاش تدعو؟ اذا الوثائق تدعو على هذا. اخر امتحان تلاح لينا. تلاح لينا في هذا 2018 الدورة العادية. حيت 19 جا تطبيقي، جا مقالي، و20 جا مقالي في التاريخ. آخر امتحان تطبيقي كان في 2018 وجا في العالم الأوروبي. 2017 جا أيضا ثاني تطبيقي، جا في التحولات والتنافس. إذا هادو هما آخر امتحانات جوج. هادو في الجهات الضاربية. في باقي الجهات كل واحد رزقه. جا كل واحد الجهة ديالتو شنو جا. لذلك تنفضل أن نقسمكم إلى جهات. جهة تجمعوا كجهة وديروا مراكش، إسبرطا، إسبرطا مراكش، إسبرطا وجدة، إسبرطا كذا. ديروا جهات وماشي كل واحد كل مجموعة. صافي الناس ديال مراكش كلهم يتجمعوا جمعة واحدة. اتفقوا بيناتهم الدراري بيناتكم اتفقوا ديروا مجموعة واحدة باش نبقاو نعطيو الامتحانات ديال كل جهة. أجيو معايا. إذا سالينا تأطير. السياق التاريخي هو هذا. ضع الوثائق الأربع في سياقها التاريخي. تفينات الهضرة. وسمعتوني، فينينا الهضرة. ما بقاش عندنا مشكل دابا في السياق التاريخي. كنتمنى أن كلشي يكون فهم معايا السياق التاريخي. غنعاود اخر مره، واش فهمتوا السياق التاريخي؟ كلشي اهضر معايا. اوكي، اجي دابا نقسمو، اجي دابا نقسمو، نمشيو للسؤال الثاني، عرف. غنرجعو السطر، اجي اش غنديرو؟ هنا، هنا اش مكتوب؟ عرف. غنقزو السطر، وغنكتبو التعاريف. نقطة ونسطر عليها.
نقص طر ونكتب هذه، ونقص طر وندير هذه، ونقص طر وندير الف، ونقص الف وندير هذه، ونقص وندير باء، ونقص باء ونقص طر وندير جيم، ونقص وندير في كعام، ونقص طر وندير خامس، ديما نقص طر وندير رقم السؤال وندير التعاريف، ورجع سطر ندير النازية وحدها الشرح، والفاشية وحدها الشرح. النازية نشرحها هنا ونخلي النازية هنا والفاشية نكتبها هنا وندير الجواب هنا. نازية عصبة الأمم إلى غير ذلك. رجع سطر. أول سؤال بغيت نعطيكم، نعطيكم الشروحات ديال هذا، الشروحات ديال هذا، الشروحات ديال هذا، الشروحات ديال هذا. غندير لكم الشرح الأول المغرب. فرجع سطر كتب التعاريف. ثانيا التعاريف، رجع سطر ودير التعاريف. ولا كتب قال يوسف اشرح، نكتب لي الشروحات. اه رجع سطر دير الامتيازات الأوروبية. أول شرح عندنا نقص سطر واحد، نقص واحد سطر وكتب لي الامتيازات الأوروبية نقص سطر، ولا نشرحها لكم عباش ندوزو، نشرحها عباش ندوز واحدة أخرى. دور لي هنا. شوف يا استاذ، غتبداو مع انداو دابا الشروحات ديال المغرب، وتحفظ معايا الشروحات ديال المغرب، ومن بعد نحفظ باش ديك ساهله، ومن بعد تحفظ الشروحات ديال المشرق، ومن بعد تحفظ الشروحات ديال العالم الراسمالي، ومن بعد تحفظ الشروحات ديال العالم الاوروبي. كلشي الشروحات وفق الاطار المرجعي اللي جا. دير الشروحات العالم الاسلامي راه كاين استاذي، الشروحات ديال المغرب. رجع سطر. أو الامتيازات الأوروبية هي، كتبها، هي مجموعة من الامتيازات التي حصلت عليها الدول الأوروبية عن طريق بعض المعاهدات والاتفاقيات. كالمعاهدة مع بريطانيا سنة 1856، كالمعاهدة التجارية مع بريطانيا سنة 1856. رجع سطر. الضغوطات الاستعمارية أو الضغوط الاستعمارية هي ضغوطات عسكرية واقتصادية مارستها القوى الاستعمارية، هي ضغوطات اقتصادية وعسكرية مارستها القوى الاستعمارية على المغرب خلال القرن التاسع عشر. رجع سطر. الحماية القنصلية وهي حماية القناصل والتجار الأوروبيين، وهي حماية القناصل جمع قنصل، وهي حماية القناصل والتجار الأوروبيين من طرف المغاربة في مقابل الإفلات
من أداء الضرائب لخزينة الدولة. وقد فرضت قد فرضتها المعاهدة التجارية مع بريطانيا سنة 1856. قد فرضتها المعاهدة التجارية مع بريطانيا سنة 1856. رجع سطر. معركة إيسلي هي حرب دارت بين المغرب وفرنسا سنة 1844. هي حرب دارت بين المغرب وفرنسا سنة 1844. وانتهت بهزيمة الجيش المغربي. وانتهت بهزيمة الجيش المغربي. اتفاقية اللامغنية. اتفاقية اللامغنية هي اتفاقية عقدت سنة 1845 بين المغرب وفرنسا ونصت على رسم الحدود بين المغرب والجزائر ونصت على رسم الحدود بين المغرب والجزائر من البحر الأبيض المتوسط إلى تنيا الساسي. من البحر الأبيض المتوسط إلى تنيا الساسي. وأغفلت رسم الحدود الجنوبية بذريعة أنها أراضي صحراوية. حرب تطوان. بذريعة أنها أراضي صحراوية. حرب تطوان حرب دارت بين المغرب والجيش الإسباني سنة 1859. حرب دارت بين المغرب والجيش الإسباني سنة 1859 وانتهت باحتلال إسباني لتطوان. وتوقيع معاهدة الصلح سنة 1860 إصلاحات المخزن. هي مجموعة إصلاحات المخزن هي مجموعة من التدابير قام بها المخزن المغربي خلال القرن التاسع عشر لإخراج المغرب من أزماته. الناتج عن الضغوطات الاستعمارية الناتجة عن ضغوطات استعمارية. انتهت المصطلحات ديال التاريخ ديال المغرب. إذن يوم تعطونا هاد الورقة هادي غيلوحو لنا أربعة ديال الكلمات من هادو. يعني هادي باي باي نزلت الله نزلت الشروحات ديالها. دابا بغينا الشروحات ديال هادي ديال المشروع. رجع ستار المشرق العربي. دابا ثاني دابا غنمشيو ثاني عرف سد التعاريف ديال المغرب. سد التعاريف ديال المغرب دابا شنو غادي دير انت فرقه مزدوجه؟
غدير تقطير ديال المغرب وغدير لي الشروحات ديال المغرب كامله فرقه مزدوجه، وهما نهار الامتحان اختاروا الشرح اللي بغاو. فهاديك ورقه، مشي الورقه مزدوجه اخرى، دير فيها الشرح ديال المشرق، لا التقطير ديال المشرق، ودير فيها الشروحات ديال المشرق كامل. مشي الورقه مزدوجه الثالثه، دير فيها التقطير ديال العالم الراسمالي والشروحات ديال العالم الراسمالي كامل. مشي الورقه الرابعه، دير فيها التقطير ديال العالم الاوروبي والشروحات ديال العالم الاوروبي كامل. نتمنى تكون فهمتيني. يعني فاش غدا تراجع، تتراجع باحترافيه، ومن هنا تدرب على كيفاش تكتب الشرح وترجع السطر، وما بين الشرح والشرح نقص السطر، ما بين الشرح والشرح نقص السطر، رجع السطر. اول شرح المشرق العربي، المشرق العربي وهو مجال جغرافي، وهو مجال جغرافي يضم مصر وبلدان الشام وبلاد الرافدين، بلدان الشام وبلاد الرافدين وبلدان الخليج العربي. نزلنا الحمايه، نزلنا الحمايه القنصليه، ما درناش درنا الحمايه القنصليه، درنا الوسطي، درنا الحمايه القنصليه ولد، درناها ولد، كسبنا الحمايه القنصليه ولد، الله يرجع لك. تزقلوش حنا ولدي، ركز معايا ولدي، حنا تزقلوش، درنا الحمايه القنصليه، ركز معايا. دابا حنا في المغرب، حنا نهضروا على المشرق. المشرق قلنا هو مجال جغرافي يضم مصر وبلاد الرافدين والشام وبلدان الخليج العربي، وقد كان تحت قبضة الإمبراطورية العثمانية إلى غاية مطلع القرن العشرين، وقد كان تحت قبضة الإمبراطورية العثمانية إلى غاية مطلع القرن العشرين، يضم مصر وبلاد الرافدين وبلدان الخليج العربي والشام، وقد كان تحت قبضة الإمبراطورية العثمانية إلى مطلع القرن العشرين. رجع سطر. اليقظة الفكرية هي مجموعة من التحولات الفكرية، مجموعة من التحولات الفكرية التي عرفها المشرق العربي خلال القرن التاسع عشر. وقادها مفكرون علمانيون وسلفيون، وقادها مفكرون علمانيون وسلفيون، وقادها مفكرون علمانيون وسلفيون. رجع سطر. التيار السلفي تيار فكري إصلاحي، تيار فكري إصلاحي ظهر في المشرق العربي في أواخر القرن التاسع عشر، عفوا في القرن التاسع عشر، ظهر في المشرق العربي في القرن التاسع عشر، ويرتكز على مرجعية دينية، ويرتكز على مرجعية دينية
ومن أهم رواده ومن أهم رواده جمال الدين الأفغاني. محمد عبده ماشي المغني، لا ماشي هذا، محمد عبده وعبد الرحمن الكواكبي. جمال الدين الأفغاني، محمد عبده، عبد الرحمن الكواكبي، تيار فكري إصلاحي ظهر في المشرق العربي خلال القرن التاسع عشر ويرتكز على مرجعية دينية. من أهم رواد جمال الدين الأفغاني محمد عبده وعبد الرحمن الكواكبي. رجع ستار، التيار العلماني، تيار فكري إصلاحي، لا تيار فكري ليبرالي، تيار فكري ليبرالي ظهر في المشرق العربي خلال القرن التاسع عشر. إذا لا اليقظة الفكرية ولا التيارات ظهر في المشرق العربي خلال القرن التاسع عشر. ديما نسدير الزمن، ديما ندير الزمن خلال القرن التاسع عشر. ويرتكز على مرجعية ويقوم على فكرة ديركس، ويقوم على فكرة فصل الدين على الدولة، ويقوم على فكرة فصل الدين على الدولة، ويقوم على فكرة فصل الدين على الدولة. ومن أهم رواده قاسم أمين. بارك عليك، ما واحد من أهم رواده ولا رفاعة الطهطاوي، زيد رفاعة الطهطاوي، قاسم أمين ورفاعة الطهطاوي. بارك عليكم جوج، بارك. إذن درنا تعريف ديال المشرق، درنا تعريف ديال اليقظة الفكرية، درنا تعريف ديال التيار السلفي، ودرنا التيار العلماني. شنو ظهر لكم في الموضوع المقالي؟ يقدر يبدا لكم بهذا السؤال، وركز على السؤال المقالي، يبدا لكم بهذا السؤال، عرف اليقظة الفكرية، يبدا بالتعريف في موضوع مقالي، عرف اليقظة الفكرية. وشحال من موضوع مقالي صيفطت لكم فيه هالجملة، عرف اليقظة الفكرية. الدراري اللي ما داخلش جروبات، ديروا جروبات، ديروا فيهم سميت اسبارتا، وقول لي فيهم اسبارتا وجده، اسبارتا كذا، اسبارتا كذا، باش انا فاش نبغي نلوح لشي واحد يكتبها اسبارتا الفوق يخرجوا لي كاع الجروبات اللي فيهم اسبارتا. فاش نكتب في الغوشيغش نكتب اسبارتا باش يتسميو لي شي سميه ما نقرا ما نعرفش كل واحد شنو مسمي الجروب ديالو. انا نكتب لهم اسبارتا يخرجوا لي كاع الجروبات ديال الجهه، اي جهه داير واحد فيها اسبارتا غادي سميتو غادي نلوح لكم. هز عينكم فيا. هنا الشروحات ديال المشرق. دابا المشكله فينا هي موضوع المقالي. الموضوع المقالي يقدر يقول لك عرف التيارات، التيارات الفكريه والسلفيه، تبدا لك بالتعريف، او عرف لي قضيه الفكريه، يبدا لك بالتعريف. اذا مهم الشروحات لا في المقالي ولا في التطبيق. اذا هذو هما الشروحات ديال الورقه الثانيه. اذا درنا الشروحات ديال هذه، درنا الشروحات ديال هذه، دابا غنمشيو للشروحات الاخرى اللي هي اش التحولات. رجع صرت سب التحولات التقنيه، اول شرح لا دير التعاريف سد بالخط، دير غنمشيو للدار ترتبهم الورقه المزدوجه ديال المغرب وصورها ولو حاليا نشوفها، والام الحضوري يجيبوا لي الورقه بغيت نشوفها، اربعه الورقات حضوري بغيت يجيبوا لي اربعه ديال الورقات نشوفهم، الورقه ديال المغرب، الورقه ديال المشرق، الورقه ديال العالم الراسمالي، والورقه الرابعه ديال العالم الاوروبي. رجع ستار اكتب ليا اول شروحات هي التحولات التقنيه فوق، التحولات التقنيه هي جمله زيد عكس، رجع استكتب التحولات التقنية هي تحولات، طلع الفوق،
التحولات التقنية وهي حيث تحولت هي تطورات نتيجة ظهور طرق جديدة في الإنتاج في إنتاج الفولاذ وبروز اختراعات كالمحرك البخاري وتطور وسائل مواصلات الاتصال الشرح المراه اش حتى الاطار مرجعيتي الشرح اللي كاين موراه تحولات تقنيه الرأسمالية الماليه وهي مرحلة وهي مرحلة من التطور الرأسمالي تحولت فيها الأبناك من وظيفة الإيداع إلى وظيفة الاستثمار جاستر الفكر الاشتراكي وهو فكر يقوم على خدمة طبقة العمال والقضاء على الفكر الرأسمالي وينقسم إلى تيارين الاشتراكية الإصلاحية أو المثالية الاشتراكية الإصلاحية والاشتراكية العلمية جاستر الحركات العمالية والنقابات هي تيارات عفوا هي جمعيات حقوقية جاءت للدفاع عن مصالح العمال والمطالبة بتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية جاستر التنافس الإمبريالي التنافس الإمبريالي هو صراع بين القوى الاستعمارية خلال القرن التاسع عشر لتصريف فائض الإنتاج حول المستعمرات عفوا حول المستعمرات لتصريف فائض الإنتاج
رجع سطر. التحالفات الاستعمارية التحالفات الاستعمارية وهي إحدى وسائل التحالفات الاستعمارية كسب كلش التحالفات الاستعمارية وهي إحدى الوسائل التي اعتمدها التنافس الإمبريالي من أجل ضمان حماية المصالح الاستعمارية مثل الوفاق الثلاثي والتحالف الثلاثي جاستر القسطر الوفاق الثلاثي ويضم ثلاثة دول أو عفوا الوفاق الثلاثي هو حلف عسكري حلف عسكري يضم كل من روسيا ياك ما هو الوفاق الثلاثي دول الوفاق الثلاثي مش روسيا يضم كل من نعم روسيا وفرنسا وإنجلترا رجع سطر القسطر التحالف الثلاثي وهو حلف عسكري يضم كل من ألمانيا وإيطاليا والنمسا رجع سطر مؤتمرات التسوية هي مؤتمرات وضعت من أجل تسوية الخلافات بين القوى الاستعمارية بين القوى الاستعمارية بين القوى الاستعمارية كمؤتمر مدريد الأول والثاني ومؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1905 1906 رجع سطر دول الحلفاء حلف عسكري دول الحلفاء حلف عسكري يضم فرنسا وإيطاليا فرنسا وإيطاليا عفوا فرنسا وإنجلترا فرنسا وإنجلترا وتعزز بدخول الولايات المتحدة الأمريكية وتعزز بدخول الولايات المتحدة الأمريكية رجع سطر دول المحور حلف عسكري يضم ألمانيا وإيطاليا واليابان حلف عسكري يضم ألمانيا وإيطاليا واليابان ألمانيا وإيطاليا واليابان
المجال الحيوي جاستر، المجال الحيوي وهي السياسة توسعية نازية للسيطرة على بعض المناطق الحيوية في أوروبا، جاستر عصبة الأمم المتحدة، منظمة دولية تأسست سنة 1919 باقتراح من الرئيس الأمريكي ويلسون، غايتها ضمان الأمن والسلم العالمي، هيئة الأمم المتحدة منظمة دولية تأسست سنة 1945 غايتها ضمان الأمن والسلم العالمي، منظمة دولية تأسست سنة 1945 غايتها ضمان الأمن والسلم العالمي. ستوب. أكبر عدد الشروحات في مفضل سنة في تحولات التنافس، هذا هو أكبر واحد في الشروحات، واللي حفظ الشروحات ديال التحولات برافو عليه. خطر كبير هذا، ما فيش شروحات بزاف، حتى هو بحال بحال المغرب، قل منهم كاع بحال بحال المشرق. دابا رجع صار آخر واحد، العالم الأوروبي، عرف عرف العالم الأوروبي، عرف مؤتمر السلم هو المؤتمر الذي عقدته الدول المنتصرة، هو المؤتمر الذي عقدته الدول المنتصرة بقصر فرساي في 28 يونيو 1919. جاستر معاهدات الصلح هي المعاهدات التي فرضتها الدول المنتصرة سنة 1919 على الدول المنهزمة كمعاهدة فرساي على ألمانيا، كمعاهدة فرساي على ألمانيا، ومعاهدة سان جيرمان على النمسا، ومعاهدة نويي، نوي نون والواو جوجيات يا يا، ومعاهدة نوي ضد بلغاريا. جاستر
مبادئ ويلسون للسلام، مبادئ ويلسون للسلام هي المبادئ الأربعة عشر التي تقدم بها الرئيس الأمريكي ويلسون في مؤتمر السلم سنة 1919، الثورة البولشوفية. هي الثورة التي قادها لينين بروسيا سنة 1917، والتي نتج عنها تطبيق الاشتراكية جسر الفاشية، حزب سياسي أسسه موسوليني والذي قاده إلى السلطة في إيطاليا سنة 1922 النازية نظام ديكتاتوري قاده أدولف هتلر إلى السلطة سنة 1933. حكومة فيمار، هي الحكومة التي وضعتها الدول المنتصرة في ألمانيا بعد معاهدة فرساي. لكنها أخفقت في معالجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية، التضخم، إذن كان بقاو عندنا جوج الآن، بقاو لنا التضخم وعندنا الأزمة الاقتصادية. إذن غنبداو بالتضخم التضخم كتبت التضخم وهو ظاهرة اقتصادية تشير إلى اختلال التوازن بين كمية الإنتاج والكتلة النقدية، أزمة 1929،
التضخم هو اختلال التوازن بين كمية الإنتاج والكتلة النقدية. أزمة 1929 هي أزمة اقتصادية تعرض لها العالم الرأسمالي، هي أزمة اقتصادية تعرض لها العالم الرأسمالي. انطلاقا من الولايات المتحدة الأمريكية، انطلاقا من الولايات المتحدة الأمريكية وصولا إلى أوروبا ومستعمراتها، وصولا إلى أوروبا ومستعمراتها، وصولا إلى أوروبا ومستعمراتها. ستوب ستوب ستوب، انتهى البروغرام ديال الشروحات كاملين. دابا أي شرح بجميع الجهات غيكون هنا. بزاف ديال الشروحات اللي ما محتاجينش حفاظه، محتاجين فهم، تقدر غير تفهمو وتحفظ، ولكن من الأحسن لو أنك تصنتي لكلامي وحفظتيهم. شحال تساوي الشروحات؟ تساوي جوج نقاط. بالنسبة لك أنت هاد جوج النقاط غتقدرت عليهم. لا ولدي ما ديرش هادي. بالنسبة لك الشروحات خصك تحفظو. يعني أول حاجة غديرها، أرني ورقة. أول حاجة غادي ديرها شنو أستاذ؟ إلى الجامع ورقة مزدوجة بحال هاد، عنوان المغرب، دار التقدير هنا والشروحات كاملين، وقلب وقت كمية الشروحات ديولي، وغنتعلم ونديرو استخراج هنا ونعلمك الفكرة عامة. الورقة الثانية ديال المشرق تا هي تقطير والشروحات. الورقة الثالثة عالم رأسمالي، تقطير والشروحات. الورقة الرابعة تا هي تقطير والشروحات. كيف ما تنقول لك وتبرك تحفظ ليا في التأطير والشروحات ديالهم. غدا ان شاء الله الحصة مع 9:30 ديال الليل او مع 9 شنو غنديرو؟ غنديرو استخرج وركب فكرة عامة. ديال اش؟ ديالهم بربعة، يعني تأطير الشروحات، وتأطير الشروحات يدوز كامل. وغدا نعلمك دير استخرج وربعة ديال الفكرات. فكرة عامة غنعطيها لك من دابا، غتمشي كاتبها في الامتحان، تمشي موجدها. يعني عندك تسقل الحصة ديال غدا اللي فيها استخرج وركب فكرة عامة. وأحسن حاجة نصيفطك دابا ربعة ديال التمارين تخرج لي استخرج وركب فكرة عامة. إذا كيفاش غنديروا تأطير الشروحات؟ القوة ديالتكم. تأطير المغاربة ما تعرفوش يصايبوه، الشروحات ما حافظينهمش. مضارب ليا مع استخرج. ولدي الا بغيت تولي واعر في هادشي كامل بدا معايا بهاد الخدمه هادي. هاد خدمه احترافيه. ولادي اللي عندي ديال اسبرطا، لا علوم تجريبيه ولا الناس ديال سيونس مات ولا ايكونومي، وقفت عليهم على هاد التاطير حافظينو، حافظين ديال الشروحات وعندهم فكره عامه. دابا ولادنا كلكم ولادنا، وكلشي غيمشي معايا بنفس الطريقه. غيمشي ليا التاطير حيدو وتحيدو ليا الشروحات في ربعة ديال الورقات. عطينا الورقة الثانية. الورقة الثانية. الورقة الثالثة. المشرق العربي. هذا الورقة الرابعة. إذا الدراري هكا خدامين معايا دابا. ربعة الورقات. ورقة المغرب. ورقة المشرق. ورقة العالم الرأسمالي. ورقة تحول. من بعد جا شي امتحان، اي امتحان تحط حطوه ليا غتأطيرو. الشروحات ديالو ها الشروحات. دابا غنوريك كيفاش دير استخرج وغدير فكرة عامة ديالو. والسؤال الاخراني فين هو؟ اذا حصة الغداء مكملة لحصة اليوم، فالله يرحم لك الوالدين. دابا حنا ما تنخدموش درس، تنخدمو البروغرام كله تطبيقي. احفظ ليا تأطير الشروحات. من الغدا حصة غدا مختصة كيف نستخرج من الوثائق وكيفاش نصايب فكرة عامة. واش فكرة غنمشي تمتحن ونصايبها ولا غتعطيها ليا نحفظها من دابا؟ سنجيب على السؤال غدا ان شاء الله. ما تنساوش تسعود ان شاء الله. تبارك الله عليكم.